كوميشا كدورشو يكو سومالي لانا يهبي نمادي حالي سوغة بقبي يوچيكي كوادي ديوانجلي تعود بحياشا شقالا هي قلب كودا يهبي نمادي حالي كسو غوريا نغضي مغالدة بربري حارونة قوبل كساحل إسوغو كوميشا كوني تاكو درين اي قوبا عييمان اي كاسي سعندو تو ديوانجلي تو وحاو غورينا الكاسيكاها اللي حامن محمود علي قدومياها كوميشا كقوبل كساحل نسوغة بقبي قوبي هشان يطبان كعشو وقلت لك عليك مشوق اما فيسكي هراء الديوان قلنت ايه صدق هلا واحد مركها اسلام كذا ما انتوا ده حصاح رادشان يت قبها عشان يتوقع مع الموضوع ها ايه حتى هل كان نقصه ده قاري يقول نبض قبها ايه قبه هي بيش الله قلت لك علي ما صدق مع الموضوع قلت لك علي بيش الله سيش غين دهونا قبل كساحن كارهان طبعاً قابض أي صاح راضي شن تق شن قابضنا إن شاء الله وحرسينهين ولبد الدقمة بربري الدقمة الشيخ كلا أولان دهنا حسم دهها نروح نوم حد نقيا برا صابك تليها قيبتها صحافة الشقالة كمشن كه وأندرت وأن الآن تدعنا شقين كريم وآدي آدي آد نول شقيي وحنا الناس صاح راضي سن بتجليه أه شن طبعاً كي معلومات ugu horeysay ee ay ka socotay dalka oo dhan gobolka saaxil nabadgelyo dhamaantood ku yimaadeen ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inta dhimana in ilaahay noo soo dhameystiro in waxa si shaqeyn doona goobihii 30 ah 3 goobood oo magaalada berbera ah 2 iyo 1 goob oo shiikh ah iyo goob ku taal gobolka faruuga intaasiba way si shaqeyn doonta waxaan jecelnaynaa ka faa'iideysataan وقف اللي بكفى إذا استو إنه إسكت ديوانجليو أما إسكت أبديت جرايو جابها هري وقت كفرها بدل لسي شقين دونا geesta kale iyaguna halkaasii waxa hadalka iska dabaqaatay taliyaha ciidanka booliska gobolka saaxil iyo barasaabka gobolka saaxil iyagoo sheegay wax lagu farxad tahay in ay soo dib u soo guriyo noqdaan shaqaalihii iyo gaadiidkoodii iyagoo nabada waxa si nabadgelyo ah xarunta commissionka ee gobolka saaxil ugu soo xarooday لما سنة دوق دي ديوان قلنتا عد بحية ياشا فيسكي هوري عشان يتوانك عشاها ايا سنة بدقليه وصور لما عضي وهذا وقصو حرو دي حرونتا الهي بقى مهدله الهي انو قول لما ينبت غب انو قصو قاران وقصو حرو دان عاوة سيدو شاقي كوميشنيركو عاي شاقان اي هلقان كشاقان وحيكو بيقانتا هاي شان يتوانك عشاها خوري ايا مانتا اللي حدي سوق بقووبي intii badnayna weyn soo gaadhay imka inta kalena meelo dhowbay soo socdaan iyagoo nabad qaba marka 15kii cisho hore sidaas ay ku dhamaadeen nabad qabna waa lagu dhamaadeen en inta hadda diiwaan gelintu way socon doonta oo gobolka kama joogsanayso goobaha qaar baa lagu reebi doona diiwaan gelinta sida commissionerku halka ay imka ka sheegtay en goobahaas horena loo sheegay oo ay ka mid tahay magaalada berbera gudaheeda iyo sheekh iyo muxuu hayeen iyo la faruug dadka inta hadhay ee aan isdiiwaan gelin ha ka faa'iideystaan diiwaangelintoodana halka ka sii wadaan Xamse Axmed Ciid wararka telefishka caalamiga ee codka bariga Afrika magaalada Xabeedka Berbera واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي متكيش يا سماع ما شاء الله صح معك كل شيء بسيط واحد كل شيء بتحيل مفرن $10 بات كل شيء بنكرتها شن بات كل شيء بنكرتها شن يتون بات كل شيء بنكرتها لبات هم بات كل شيء بنكرتها